في الإبداع، حقهم في الإبداع عن طريق المسرح وبلغة بسيطة، لغة قوامها الحب، لغة قوامها عمل يدك في يدي للسير قدما من أجل مسرح هادف، مسرح للشباب. أيها الحضور الكريم، إن كان هناك من يستحق أن نقول لهم شكرا والله يرحم الوالدين على ما قدمتموه لمدينة العرائش من أجل تتمين العمل المسرحي، فهو المجلس البلدي لمدينة العرائش الذي اقتنى هذا الفضاء ليكون متنفسا العريشي كاملا في مجال الإبداع، فليتقدم أحد أعضاء المجلس البلدي النائب الأستاذ الصمد محمد ليلقي كلمة بالموضوع. وأيضا أشكر ونقدم الشكر الجزيل باسم السيد المدير الإقليمي للأستاذ نوف الشاوي على دعمه لجميع أنشطة قطاع الشباب والرياضة. شكرا أستاذ نوف الشاوي. ونوجه الشكر الجزيل باسم المدير الإقليمي لقطاع الشباب والرياضة بالعرائش لجميع الجمعيات والمنظمات الشبابية اللي حضرت معنا، أيضا لوسائل الإعلام اللي غادي تواكب معنا هذا الأنشطة. أستاذ الصمدي وكلمة بالمناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء سعيد، يشرفني أن أحضر في هذا اللقاء الثقافي لأمثل السيد رئيس المجلس البلدي لمدينة العرائش بهذه المناسبة الثقافية الهامة. وبالمناسبة، والمناسبة شرط كما يقول الفقهاء، لا بد وأن أهنئ في البداية كل الطيف الثقافي بمدينة العرائش، وأن أهنئ كذلك سكان مدينة العرائش وشباب مدينة العرائش على هذا الإنجاز الهام الذي يهدف إلى الدفع وتقوية المسار الثقافي بهذه المدينة من خلال هذه المؤسسة الهامة التي ستعمل بطبيعة الحال بلدية العرائش جاهدة من أجل أن تضعها رهن إشارة كل المثقفين وكل المؤسسات الثقافية من أجل الرقي بثقافتنا المغربية والعرائشية على الخصوص. هنيئا لكم ولنا بهذا الإنجاز الكبير بهذه المؤسسة الثقافية ألا وهي سينما أبي نداء التي أصبحت مسرحا لبلدية العرائش، موضوع رهن إشارة الجميع. كما لا يفوتني أن أشكر المديرية الإقليمية للشبيبة والرياضة بتنظيمها هذا اللقاء الثقافي للشباب بمدينة العرائش، وأشكر كذلك المديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة على تنظيمها هذا اللقاء الهام بمدينتنا مدينة العرائش، متمنيا لكم التوفيق والنجاح في هذا اللقاء وشكرا. إن كان الشباب يستحق التشجيع والمجلس البلدي يستحق أن نقول لهم الله يرحم الوالدين، فهناك شخص يستحق أن نرفع له القبعة ونقول له شكرا بكل اللغات. وتمنيت كنت كنعرف كل اللغات ونقل له بهذه اللغات. نقول لكم شكرا، ميرسي، غراسياس، ثانك يو، ثانك يو المدير الإقليمي لقطاع الشباب والرياضة.
المدير المبدع، المدير الفنان، المدير المستمر في دعم الطاقات الشابة وتشجيعها وتصريف إمكانياتها ومؤهلاتها الإبداعية وإبراز مواهبها، المدير المجد المجتهد. فلتتقدم السيد عبد الهادي الزهري المدير الإقليمي لقطاع الشباب والرياضة بالعريش لإلقاء كلمة افتتاح هذا الملتقى. شكرا. شكرا. السلام عليكم. هذا الرب كثر عليا بزاف. مساء الخير. الحقيقة هذه محطة من المحطات الزوينة اللي بغيت نقاسمها ونعيشها معكم، وبالدارجة بغيت نتكلم بالدارجة معكم، لان تنحس بانها هاد اللغه ديال التواصل الدارجه هي اقرب، فيها سياسه ديال القرب بالمفاهيم المتداوله بيننا. مرحبا بكم في هذه المحطه الثقافيه الفنيه اللي هي من الشباب والى الشباب. وحنا كنعرفوا اليوم الوليدات ديالنا تيدوزوا واحد امتحان اجهادي ديال البكالوريا، كنتمنوا اليوم التوفيق ان شاء الله. وان اغلب الفرق المشاركه اللي جايه من مختلف الاقاليم ديال جهه طنجه تطوان الحسيمه اللي هي 8 الاقاليم، الاغلبيه ديالهم وليدات اللي تيدوزوا البكالوريا، سالوا الامتحانات مع ال 12 وشدوا الطريق. الأغلبية ديال الفرق دابا راه شدت الطريق وغادي يلتحقوا بنا في هاد العشية هذه. وبدينا بالعرض الأول اللي هو عرض ديال مدينة العرائش. بالمناسبة أن مدينة العرائش عشت في رمضان، هي قصر كبير الإقصائيات الإقليمية لمسرح الشباب اللي شاركوا فيها 8 الأندية، وشرفت عليه واحد لجنة ديال التحكيم، لجنة من المبدعين اللي احنا ما دخلناش في القراءات النقدية ديالها، احنا دخلنا فقط في المعايير اللي وضعناها للتضامن. هاد العملية هادي اعطت واحد وضع متقدم للمديرية ديال العرائش والمدينة العرائش الاقليم العرائش باش يتمثل بجوج الاندية، باقي الاقاليم تمثلوا بنادي واحد. اذا هنا المكانة ديال إقليم العرايش كإقليم مبدع، كشباب مبدع، خلاه يتبوأ لواحد المكانة كبيرة. ونظرا لعمق التنظيم وللمسيرة الثقافية ديال العرايش وللقدرات ديالها بالجيل المؤسس والأجيال اللي تتلقن عليه هذه القيم ديال البعث الثقافي، خلى العرائش بقوتها التنظيميه انها تستقطب هذا المهرجان الاقليمي، المهرجان الجهوي الاول او الملتقى الجهوي الاول لمسرح الشباب اللي تنعتبروا حنا داخل قطاع الشباب والرياضه ماشي بديل على الحركه المسرحيه اللي كاينه في الساحه. يعني المهرجانات المسرحيه الكبرى اللي كاينه في الساحه هو هذا الملتقى ماشي بديل عليها، ولكن هو رقم من الأرقام يستهدف تأطير الشباب، ماشي في دور الشباب فقط ولكن أيضا في المركبات الثقافية اللي تابعة للمجالس الجماعية أو في المقرات ديالها أو في فضاءات أخرى مثل الفضاء ديال المركب الثقافي بالعرائش اللي تابعة لوزارة الثقافة. وبالمناسبة نحيو جميع الفعاليات اللي تشتغل داخل هذه المؤسسات كلها. سمحوا لي راه جبت واحد الوريقة، هذه هي توطئة الكلمة ديالي، ما نطولش. إخوة أعضاء المجلس البلدي، الوفد المرافق لممثل الرئيس المجلس البلدي، الإخوة المبدعون، أعضاء لجنة التتبع والتقييم، لأن هذه المحطة هي محطة ماشي تنافسية ولكن محطة ديال تبادل التجارب وديال التلاقح بين هذه التجارب هذه ديال الشباب.
سادة ممثلي رؤساء المصالح الخارجية، سادة منسقو الأندية المسرحية وأعضاء الأندية كل باسمه، سادة رؤساء الجمعيات والمنظمات الشبابية، السيدات والسادة الحضور الكرام، أرحب بكم في هذا الحفل الافتتاحي للملتقى الجهوي الأول لمسرح الشباب الذي يشهد على دينامية الحركة الثقافية عامة والمسرحية خاصة بالإقليم وبجهة طنجة تطوان الحسيمة من داخل المواقع أو من مواقع دور الشباب والمركبات الثقافية. فمرحبا بكم وبأهل المسرح في مدينة تتنفس المسرح والموسيقى والمهرجانات الوطنية المنفتحة على العالمين. كلمة برموز ثقافية في الإطار ديال هذا الإعداد الملتقى الذي يحتضن حركة الشباب المفعمة بالعطاء والإبداع في الحقل المسرحي تمثيلا وإخراجا وتأليفا، تجاذبني إحساسين أو إحساسان لكل واحد خلفيته الثقافية والرمزية. في الأول تطرع لي سؤال، واش في هذا الملتقى الجهوي الأول واش نتكلم على الحدث الثقافي فيه أو الفني والذي يدخل في إطار تنفيذ البرامج المشتركة بين المديريات الإقليمية لجهة تطوان طنجة الحسيمة لوزارة الشباب والرياضة والذي تشارك فيه 9 أندية مسرحية تمثل هذه الحركة، الحركيات تمثل إطار للتكوين والتمرس على تقنيات عديدة في خوض غمار التمثيل وتقمص الشخصيات والتعبير الجسدي والروحي أمام الجمهور العرائشي المتميز والوعي. هذا هو الإحساس الأول. الإحساس الثاني تنقول السؤال، واش نتحدث على العمق التاريخي لهذه المدينة؟ وهذا تيجي الربط، منين جاي هذا الشيء كامل؟ من هذا العمق التاريخي ديال هذه المدينة، مدينة العرائش، مدينة الليكسوس و أسطورة تفاحها الذهبي ومسرحها الروماني الذي لا زال يستقطب أنظارنا ونتفاعل معه بحركة مسرحية أنجبت روادا كالراحل عبد الصمد الكنفاوي والراحل حسن المراني ولائحة من المبدعين الذين لا زالوا يحملون المشعل ويورثونه كقيم لأجيال تناضل من أجل تثبيت الذات، الذات المسرحية، الذات المبدعة، سواء كانت فردية أو فرقة مسرحية أو مبدعين في التأليف والإخراج والتمثيل طبعاً، وباقي المكونات تخصصات في المكونات الأخرى للمسرح خاصة الجانب التقني منها. هذه اللحظات الجميلة التي عشتها بإحساس عميق أتقاسمها اليوم معكم مع زملائي في العمل، وكلما أتيحت لي الفرصة أن ألتقي مع فعاليات سواء أثناء متابعة عمل مسرحي أو فني آخر بهذه المدينة العزيزة، طبعاً تملكنا الأمل وتنتقسم هذه اللحظات هذه وتنطلبه بعمق باش يكون واحد الانخراط كبير وايجابي لهذا الشباب هذا، باش هذا الشباب اللي هو مهووس بالفعل المسرحي باش ياخذ لارولاب، ياخذ حقه ويؤدي الواجب ديالو باش يحافظ على الايقاع ويعمق هذا الايقاع ديال الحركه المسرحيه بالمنطقه وبالاقليم العرائش. بهذه المناسبه اتمنى عاليا مبادره المجلس البلدي الذي استجاب الى انتظارات الشباب طبعا بالاهتمام بالدعامات ديال البنيه التحتيه وعلى راسها هذا الفضاء الجميل اللي اصبح اليوم مؤسسه عموميه يرتادها الجميع ومفتوحه في وجه الجميع. شكرا للاخوه داخل المجلس. اليوم هذا العرض المسرح المتميز غادي نختموا هذا اليوم إن شاء الله. البرنامج مازال مستمر، البرنامج غتكون الدورة الستة يعني يوم الجمعة والسبت والأحد، غتكون فيه 3 ديال الغروب كل نهار.
مرحبا بكم ونطلب من جميع الاخوه والاخوات يحجوا الفضاء الثقافي باش يتابعوا هذا المهرجان، هذا الملتقى، ويتابعوا العروض ديال